طيب يلا بينا بقى نروح مع حضراتكم على مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. نورهان صباح الفل عليكي، وهلي علينا بقى وطولي بمانشيتات، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر جريده اليوم السابع نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم، لكن كمان خلينا نفكركم باهم مباريات الدوري المحلي النهارده. المقاولون العرب وغزل المحله الساعه 3 في اطار الجوله ال 16 من بطوله الدوري العام. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. الأهلي يخوض أول مران بالكونغو اليوم ومحاضرة فيديو لدراسة فيتا كلوب. يخوض النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم أول مران النهاردة في أحد الملاعب على مدينة بمدينة كينشاسا، وده هيكون أول مران للفريق النهاردة استعدادا للمباراة اللي هيكون مقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل أمام فيتا كلوب في طبعا الجولة الرابعة بدور المجموعات. كمان خلينا نفكركم أنه الفريق سافر على متن طائرة خاصة، ده طبعا يعني حرص يعني مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طائرة خاصة للاعبين في كافة السفريات خارج البلاد، طبعا ده توفيرا للوقت والمجهود. كمان هيكون في محاضرة فيديو للمدير الفني بيتسو موسيماني للاعبين اليوم لدراسة فيتا كلوب بشكل جيد قبل المباراة. ومن موقع وجريدة الشروق، إنفنتينو يرسم خريطة الكرة الإفريقية. يمكن موقع وجريدة الشروق ذكر في تقريره عن إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتدخلاته السافرة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حسب ما جاء ضمن تقرير الشروق. كمان الشروق قال أنه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي طبعا اللي انتخب مؤخرا خلفا لأحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدأ عمله سريعا بعد ساعات قليلة من انتخابه. تقرير الشروق كمان ذكر او اظهر يعني بعض تدخلات إنفنتينو في محاوله تعيين او ايجاد رجاله في مناصب قياديه داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم لتنفيذ مخططاته بشكل عام. واحد مظاهر تدخل إنفنتينو كما ذكر تقرير الشروق هي يعني اعاده مناقشه مقترحه السابق باقامه دوري افريقي يضم اهم او اكبر 20 فريق افريقي، وعلى ان تكون البطوله جوائزها تصل الى 20 مليون دولار. ومن موقع في الجول، ضربة قوية للابوتارا بعد اعتذار زراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة. تلقى جوان لابوتارا الرئيس الجديد لنادي برشلونة صدمة قوية بعد اعتذار نائبه جاومي جيرو عن يعني تقلد منصب نائب رئيس برشلونة، وقال انه اسبابه شخصية لعدم تواجده في الفترة القادمة داخل اسبانيا وتواجده طول الوقت في لندن. واخيرا من موقع سكاي نيوز، ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي بثنائية متأخرة من بنزيما. أنقذ كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد فريقه من خسارة يمكن كانت هتكون مفاجأة لزين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد ما أحرز هدفين واستطاع أنه يقتنص الفوز لريال مدريد ويبقي على ريال مدريد طبعا في يعني المنافسة القوية في الدوري الأسباني بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة. دي كانت أبرز وأهم أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. جزيل الشكر للجميلتان الزميلتان العزيزتان هنا أبو القاسم ونورهان طمان، بنشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم جدا من أخبار